بس عندي كلمة بسيطة بقولها للجماعة كلهم الموجودين الحاضرين، أن في الفترة الماضية جميعكم عملتوا بنهج الحكومة الواحدة، وتكاملت جهودكم لحماية وسلامة الأرواح والحفاظ على المكتسبات. همتكم للفترة القادمة نريد أن إن شاء الله نواصل العمل على هذا النهج، نتعلم من تجاربنا ونتفوق على أنفسنا بأدوات وعمليات تكون أكثر كفاءة وفعالية. أبارك فيكم هذا الإخلاص والتفاني، وكل ثقة بأنكم أصبحتم أقوى وأقدر على التعامل بإيجابية ومرونة مع التغييرات في المستقبل وتسخير الظروف المحيطة لكل ما فيه مصلحة الوطن وخدمة المجتمع. وإن شاء الله أن نشوف دولة الإمارات من أفضل الأفضل تحت هذه القيادة الرشيدة، وإن شاء الله أن نكون قادرين على خدمة هذه البلاد والمواطنين والمقيمين عليها. بارك الله فيكم إن شاء الله.